مرحب بحضراتكم في اخر فقره، واحنا دايما في البرنامج بنحب من فتره لفتره نتكلم عن التغذيه ونستضيف اخصائيين ويكلمونا عن احنا نتصرف ازاي وناكل ايه علشان نعيش حياه يعني صحيه وكمان يبقى فيها انتاج. يمكن ده حربطه شويه بالخبر اللي كان معانا اللي هو المبادره بتاعه وزاره الشباب والرياضه واللي كانت بتتكلم تحت عنوان لياقتك صحتك علشان تزيد من انتاجيه الموظفين او العمال. ايه الاكل، ايه السلوك اللي انا المفروض اتبعه علشان اقدر اكون شخص كمان مش بس شخص عامل، لا وشخص منتج في المجتمع. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من ضيفتنا العزيزه دكتوره آية راغب اخصائيه التغذيه الرياضيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، ازيك؟ منورانا، اهلا بيك. شكرا. خلينا ناخد اول سؤال اللي هو الجزئيه دي اللي قالتها نهاوند، فكره الانتاجيه وفكره السلوكيات والنوعيه التغذيه اللي ممكن تاثر بالسلب على الرياضيين، ولو في مساحه كمان نتكلم على الاشخاص العاديين الى جانب الناس الرياضيين. بالنسبه احنا بنعمل ايه غلط في سلوكياتنا وفي عاداتنا الغذائيه؟ هو اولا بعيد عن السلوكيات بتاعه الاكل، اكتر حاجه بتاثر على اليوم بتاعي نوعيه النوم بتاعتي، ايه اللي باكله بيخليني بيقطع النوم بتاعي، لو عندي توتر مثلا من حاجات معينه في اليوم فده بياثر اوتوماتيكلي على الانتاجيه بتاعتي زي ما كنا بنقول. من ناحيه التغذيه عادة بتبقى الحاجات اللي فيها سكريات أو الحاجات المصنعة زيادة، أو لما باكل مثلا كربوهيدرات كتير أو اللي هي الحاجات العيش والمكرونة الرز البطاطس أكتر ما محتاج جسمي، فبالتالي بيخزن مخزون دهون في الجسم وبيخليني أتقل في خلال اليوم، مش عارفة أنتج أكتر. ما عندناش أكلة خالية من الرز لا او المكرون؟ لا في حاجات كتير، يعني ممكن استبدلهم مثلا بفول، ممكن استبدلهم لو انا عايزه، عندي بقوليات كثيره جدا، عندي بروتينات مثلا فراخ لحمه سمك، ممكن طعميه، اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تدي لجسمي الطاقه بس من غير ما ازود قوي في في الكربوهيدرات، يعني علشان دي بتقل الجسم شويه لو هي زياده عن اللزوم بتاعي بتاع اللي انا محتاجاه في اليوم. يعني